ركلة ركنية عند يحيى الشهري. شهري ينفذ الركلة الركنية، الكرة ملعوبة إلى محاولة، الله، هدف أول لصالح نادي الرياض، لكن حكم المباراة يحتسب رأيه والتسلل في هذه اللقطة. إذن الحكم المساعد أشار إلى وجود رأيه والتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. يجب أن نتحدث عن السنوات الذهبية في كرة القدم السعودية اللي معها شهدنا ألقابا، هذه كرة اللعب وتسديدة، الله، لكن كرة فيها راية وتسلل على إيكامبي في هذه اللقطة، وركلة حرة غير مباشرة. إيكامبي كان متسللا في هذه اللقطة، وبالتالي كرة اللعب طويلة في الأمام والمحاولة في منطقة الجزاء، التسديدة لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى. في المباراة الماضية من أمام الهلال، الكرة اللعب لصالح الرياض وتسديدة من بعيد، الله، على لقطة حلوة لكنها تصل باتجاه حارس المرمى مارك رودك في هذه اللقطة، كرة جاءت من بعيد. بشوط المباراة الأول صبري اللموشي يتابع وجيرارد ومحاولة وكرة اللعب لكنها واصلة في صالح نادي الرياض وسط مطالبات بوجود حالة تسلل في هذه اللقطة. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، فرصة كانت لنادي الاتفاق لكنها تضيع نادي الرياض. تمريرة، اللعبة الطويلة في الأمام وفرصة عند الويبي، الله، الكرة ما زالت خطرة للرياض في منطقة الجزاء، عرضية لكنها عدت إلى خارج أرضيات الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة عدت خطيرة كانت في صالح نادي الرياض، شوف بل لمن يسعى إليه بكل قوة، لذلك على صبري اللموشي وعلى جيرارد قبل صبري اللموشي أن تصل إليه هذه الكلمات. التسديدة تجد التصدي من حارس المرمى ميلان بورجان، بورجان السد المنيع هنا في نادي الرياض. في الخطط الفنية كرة اللعب إلى ديبري غراي وتسديدة حلوة، حلوة التسديدة من ديبري غراي، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تعود إلى الخلف من الجهة اليسار، عرضية والتصدي من حارس المرمى رائعة، ميلان بورجان ينقذ مرمى الرياض في هذه الكرة، أبعدها إلى خارج أرضية الملعب في صالح نادي الاتفاق. وفي هذه اللحظة أيها السيدات والسادة، جاءت صافرة حكم المباراة معلنا عن نهاية هذه المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف. مباراة كانت سلبية النتيجة وسلبية الأهداف.